تلا مومن بون عايم تلا الجودي توريرث وتيجمونن هي قرى ببلدية بني جليل ببجاية. استفاد سكانها من الربط بالغاز الطبيعي بمجموع 1306 وحدات سكنية بطول شبكة توزيع تجاوز 50 كيلومترا. هدي في كربي لهنا هدي الزرب الخوانزن إن شاء الله هدي في كربي لهنا أكو يلوما إن شاء الله هدي كسر بلا لك إلا لك إن شاء الله إن شاء الله هسمي حزر في الدرينسن تربع الزهر بولا دعوين الخير إن شاء الله إن شاء الله هرب عزيز أو نربع وين الخير أو نقدر بالحوايج هدي قربي تويتم تسات وين بفايدة إن شاء الله إن شاء الله أكو نفكر في الجنس. هذا يعني عدد يعتبر كبير نظرا للتضاريس الوعره وشده يعني البروده في هذه المنطقه، حيث اليوم بلديه بني جليل نسبه التغطيه تكون اليوم 80%. والي الولايه كان قد عاين مشاريع مد انبوب الغاز من فريحه بتيزي وزو الى تيفر ببجايه لتفادي اختلالات التزويد بالغاز بين الولايتين، كما عاين أشغال نصب أعمدة الكهرباء ذات التوتر العالي موصولة من البويرة لضمان شبكة احتياطية وعددها 300، وهي أشغال متقدمة جداً.